شوف يا حبيبي، اسمع صوت البطيخة دي، هذا صوتها مجوف حلو، وتقريبا نسبة التردد 90% هي ما بين 50 إلى 60 ديسيبل، وهذه تطلع مي بحلوة للأمانة يعني. اسمع هذه المزيونة، الله مزيون، ركز في صوتها. هذا صوتها مكتوم، هذه الممتازة. هذا تردد صوتي ما بين 65 75 ديسيبل، وهذه هذه التوب. فليش ما نسوي لنا ابلكيشن يقيس عدد الترددات الصوتيه داخل البطيخ؟